طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، بشكركم طبعا على المشاركه معانا في المسابقه بتاعتنا بتاعت قناه مستر ساينس، وبشكر طبعا كل اللي عملوا وتابعوا القناه وتابعوا الفيسبوك عشان يعرفوا طبعا بالمسابقه وقدروا ان هم يشاركوا معانا، وبالقرعه طبعا قدرنا ان احنا ايه نكسب، سواء كانت نجار او ايمان او مريم او منا. طبعا انا بحاول اتواصل مع حنين، للاسف حنين لسه بعت لي دلوقتي حالا واحنا كنا بدانا المسابقه، فطبعا صعب ان انا ادخلها وانا عملت الاسئله بتاعتكم على قدكم انتوا، لان من امبارح انا عمال اكد عليكم لو تفتكروا وعمال اقول مين معايا، عشان انا طبعا بجهز الاسئله على حسب طبعا العدد اللي موجود معايا. فلان امبارح بريب 1 للاسف ما لقيتش موجوده الا بنت واحده بس اللي كانت جاهزه، فطبعا لغيت المسابقه. لو خدتوا بالكم امبارح انا ما نزلتش بريب 1 خالص، فطبعا ما كنتش عايز الموضوع يتكرر، لان انا قعدت حوالي ساعتين اجهز في الاسئله تقريبا بس، فما كنتش عايز الكلام ده يتكرر، فعشان كده سالتكم انتوا يعني في الاول. طيب يا بنات يلا هشير بقى المسابقه، كلنا جاهزين في تايمر يا جماعه نلتزم بيه، وعايزين نتفق مع بعض على حاجه مهمه جدا، ان احنا الهدف من الموضوع ده ان احنا نستفيد، صح كده؟ صح، فطبعا مشاركتك لوحدها طبعا حاجه كويسه جدا، واللي انت شاركتي و ثانيه واحده اللي انت شاركتي طبعا وتابعتي معايا، اتفقنا يا بنات؟ فطبعا مش عايزين بس ايه لو حد طبعا خسر لا قدر الله، مفزع انك تاخدي شهاده التقدير بتاعتك، وانت اكيد طبعا متميزه جدا كونك ان انت شاركتي اساسا في مسابقه اوائل الطلبه، يبقى انت طالبه واثقه في نفسك، وطبعا ان شاء الله جاهزه لاي سؤال في الامتحان. اتفقنا يا بنات؟ شفتوا طبعا النظام بتاع المسابقه بتاعتنا، احنا اربعه اربعه، هنختار واحد رقم مجموعه من واحد لحد اربعه، تمام؟ نبدا بمريم كده بترتيب الاسماء قدامي نجار، يلا نجار تختاري المجموعه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ ألفين مخرج هاي نجار رقم كام؟ ثالثه؟ تمام نمبر 3. وبعد كده مريم قدامي، هاي مريم أيوة، طيب اختار رقم كام؟ الرابعة. الرابعه، يبقى مريم نمبر الرابعة 4. تمام منا تختاري يا منا نمبر تو نمبر 2، نمبر وايمان كده ايمان هتبقى نمبر 1. تمام ماشي يا ايمان بقى، تمام نبدا بايمان الاول، جاهزه يا ايمان؟ تمام يلا نبدا بالسؤال الاول يا مان. طبعا عارفين يا بنات النظام بتاعنا، الاول سؤال طبعا القيمه الماديه طبعا ما لهاش اي قيمه في قدام مستواكم اكيد طبعا، وتستاهلوا اكتر من كده بكتير، تمام؟ فاول سؤال زي ما اتفقنا يا بنات بخمسه، 5 جنيه يعتبر جايزته، بعد كده الثاني 10 يبقى انت معاكي 10، الثالث يبقى معاكي 20، الرابع يبقى معاكي 25، الثالث يبقى معاكي كام؟ 30، او سوري الخامس يبقى معاكي 30. بس طبعا اكيد لو انت غلطت في اخر اتنين او في اخر واحد للاسف بيضيع كل اللي انت عملتيه، لان ال 30 بيضيع الرصيد اللي انت ايه كسبتيه، كانها لعبه السلم والتعبان كده يا بنات، عارفين لما نوصل عند التعبان يروح مرجعنا ورا تاني خالص، تمام؟ فان شاء الله احنا ايه مش هنخسر حاجه يعني باذن الله. يلا بقى مع بعض، يلا يا ايمان ابدا اول سؤال. قدامنا دقيقه في الاسئله الاختياريه الكومبليت. هيا ايمان. The most active metal, ماشي. The most active metal is cesium, while the most active non-metal fluorine. يبقى أول واحدة أنت قلتي السيزيوم، وطبعا الموست نون الموست أكتيف نون ميتال هو أكيد الفلورين، واثقة يا إمام من كلامك؟ تمام نشوف كده سيزيوم ونمبر 2 طبعا فلورين، برافو عليكي كده كسبتي أول 5، إكسلنت يا إمام. نرجع على منا، يلا يا منا المجموعة الثانية جروب 2. بقى احنا طبعا بنسجل، اوكي يلا يا منى جاهزه، يلا يا منى سبيس اليمنت، ايه سؤالك؟ سبيس اليمنت is the gaseous halogen while not space is a liquid halogen. عندي هنا عندي في ثواني هتبقى اول واحده فلورين. فلورين تمام ماشي، أو في حاجة تانية براحتك. والليكويد هيبقى برومين. برومين. واثقة يا من كلام، واثقة يا منى؟ تمام؟ واثقة. أكيد؟ تمام. ماشي، يعني نشوف كده منى يا بنات، طبعًا نبدأ أول واحدة الكلورين أو الفلورين. فاكرين لما كنت بقول لكم في الفيديو بتاعنا مين هما الهالوجينز؟ فلورين، كلورين، برومين، والايودين. كنا بنقول كده بالترتيب جاس جاس ليكويد سوليد، لو تفتكروا جاس جاس ليكويد سوليد. وطبعا الكلورين والفلورين جاس، لكن طبعا مين الليكويد؟ البرومين. برافو عليك يا منى 5.
طيب يا بنتي يا ريت الافضل عشان بس القناه وتظهروا يعني تبقوا ظاهرين لو حابين يعني تفتحوا الكاميرا وانتوا بتجاوبوا افضل يعني. بعد كده نجار، يلا نجار المجموعه الثالثه جروب 3، يلا نجار ايه سؤالك؟ solves any products space solutions which تمام. turn the color of litmus paper into الميتال اوكسيدز هيبقى alkaline solution which alkaline turns the solution color of litmus paper into blue. انتو بلو اكيد يا نجار اكيد واثقه؟ طب النون ميتال اوكسايد ديزولف ان ووتر يديك ايه؟ لو نون ميتال يديني الاسيدك سوليوشن اسيدك بيعمل سوليوشن تيرن للتمس بيبر انتو ريد. اه لكن هنا الميتال اوكسايد ديزولف ان ووتر بروديوسز طبعا زي ما انت قلتي برافو عليك الكلاين سوليوشنز which turn the color of litmus paper into اكيد طبعا بلو. اكسلنت يا نجار كتبتي اول سؤال معانا برضو برافو عليكي. نرجع تاني للقائمه الرئيسيه ونشوف مريم، يلا يا مريم جروب 4. ايه مستر؟ يلا يا مريم شفت السؤال؟ layer is called rarefied layer as it contains limited amount of ثانية علمي مين اللاير which is called rarefied layer او بنسميها باسم اللي هي vacuumed layer ليه؟ because it contains limited amount of space and space. يا الله يا مريم ميزوسفير؟ ميزوسفير كملي شغل التايمر. لا لا ثانية واحدة علمي which layer is called rarefied layer or vacuumed layer as it contains a limited amount of space and space gas. فيها limited amount من مين ومين؟ الميزوسفير ما بين الثيرموسفير والاستراتوسفير. يعني اخر كلام ايه عشان اعتمد الاجابه؟ الميزوسفير ولا ما بين الثيرموسفير والستراتوسفير؟ الميزوسفير وتكونتين ليميتد اماونت، انا ما قلتش ما بين، اقول كونتين ليميتد اماونت اوف سبيس اند سبيس اوف ايه اه علمي كونتين ليميتد اماونت اوف سبيس اند سبيس فيها كميه قليله من مين ومين او كميه محدوده من مين ومين؟ من الأكسجين والهيدروجين؟ لا يا مريم للأسف لازم يجاوب السؤال كامل يا مريم معلش يا مريم. هي طبعا ميزوسفير دي صح، هي ميزوسفير هي rarefied layer لو قالك give reason because it contains limited amount of hydrogen and helium. فاكر يا مريم؟ كنا بنقول ان هي فيها نسبة قليلة، نسبة قليلة من الهيدروجين وبالنسبة قليلة من مين كمان؟ من الهيليوم تمام؟ من الهيليوم يبقى limited amount of hydrogen and helium تمام. نرجع نشوف، على فكرة أنا أغلط في الأول أحسن ما أغلط في الآخر، الآخر بيضيع كله. نرجع نشوف بعد كده إيمان، يلا يا إيمان نبدأ. إيه يا إيمان سؤالك؟ mention the importance of altimeter. It used to measure the elevation of navigation in aeroplane. برافو عليك. Based on based on atmospheric pressure. برافو عليك. طبعا used in airplanes or airplanes to measure the elevation navigation of planes based on the atmospheric pressure. طبعا بيعتمد على ال atmospheric pressure وده طبعا ال altimeter. برافو عليك يا ايمان كده وصلت ال 10 pounds. excellent ان شاء الله عليكي تمام. الدور على منا، يلا يا منا جاهزه؟ تمام يا بس جاهزه. يلا السؤال التاني منا، يلا يا منا mention one use for mention one use for cobalt 60 used in preservation of food. تمام preservation of food ليه ليه يا منا؟ because he he emits gamma rays. برافو عليك. because it emits gamma rays which طبعا stops the reproduction of microbes or kill microbes cells. microbes. برافو عليك. excellent يا منا ما شاء الله عليكي تمام. شوف الاجابه كده طبعا used in food preservation as it emits gamma rays لان هو بيشع gamma rays
which prevents the reproduction of microbes. Excellent. الدور على نجار. يلا نجار. مجموعة الثالثة group 3. يلا نجار. Mention one function of ionosphere layer. It reflects the radio waves to the that emits from communication centers. أيوة. معلش قولي بقى تاني يا نجار كده الإجابة كاملة على ميلك. What is the importance of ionosphere layer؟ إيه أهمية الأيونوسفير؟ It reflects the radio waves. It reflects radio waves. Has an important role in in communication center. تمام. تمام. خلاص كده تمام يا نجار؟ تمام. واثقة من إجابتك ولا عايز تغيري حاجة؟ لا لا. شوف كده. طبعا الأيونوسفير لاير has an important role in wireless communication and broadcasting. تمام عند wireless communication. برافو عليك يا نجار. تحت درجتي الكاملة. طبعا لأن هي بتكون مالها يا نجار؟ بتكون ionized. بتكون ionized. Contains charged ions. برافو عليك. Charged ions. Ionized layer. اللي هي فيها ions positive or negative. Excellent. برافو عليكي. يلا يا مريم. مريم. أيوه. يلا يا مريم. Mention one importance for the elements classification. يا ترى ليه او ايه فادتنا الـ elements classification؟ اهميتها ايه؟ ليه عملنا elements classification؟ ثانية واحدة. على مين؟ يا ترى ليه العلماء ده كان اول سؤال قلناه في الدرس بتاعنا واحنا بنشرحه في القناه يا مريم كانوا بنقول give reason scientists try to classify elements. ايه معلش ثاني الصوت بيقطع النت عندي وحش. ماشي ليه العلماء عملوا تقسيم او تصنيف للاليمنتس يا مريم؟ افتح المايك. ايوه طيب يا مريم. هو الصوت بس الصوت عندي مش مظبوط. احنا سامعينك كويس لو تتكلمي. احنا سامعينك كويس. ايوه انا مش سامع حضرتك كويس. ما مش مهم تسمعيني انت جاوبي السؤال قدامك على السبوره وسامعيني. حاضر ثانيه واحده. طيب في تايمر شغال يا مريم؟ قدامنا دقيقه يا مريم واحده. على ميلك. لا بصراحة مش عارف. تمام. حد عارف يا بنات الليل الإجابة؟ أنا مستر. طيب ماشي. الفايل مين نقول يا منا كده؟ To facilitate the study and find the relationship between element and their chemical and physical properties. برافو عليك ما شاء الله عليك. صح يا مريم. احنا قلنا to ease او to facilitate their study عشان نسهل دراستها. To ease their study and to find the relationship between elements properties physical and chemical properties. عشان اول حاجه يا مريم ان احنا نسهل دراستها صح ولا نجمع الميتلز مع بعض والنميتلز مع بعض وهكذا. سهل دراستها وكمان ايه؟ To find the relationship between elements properties ونشوف. لا انا فهمت السؤال حاجه ثانيه. فهمتي ازاي؟ فهمت. هو احنا ليه اصلا بندرس الاليمنت؟ لا حاجه شبه في المده. لا انا هو فسرته لك كمان. قلت لك احنا ليه قلت لك في اول الحصه في القناه قلنا ليه العلماء بيعملوا تصنيف للعناصر. قلت لك حتى بيعملوا كده بيعملوا كلاسيفيكيشن للاليمنت. فالهدف كان ايه مريم؟ تو ايز ذير ستادي. كده يا مريم معلش السؤال الثاني. لا مش ماشي. الدور على ايمان. يلا ايمان السؤال اللي بعد كده عايزين نشوف الشطاره بقى. الدنيا هتبقى صعبه شويه جوه ها خلي بالكم. يلا ايمان. Mention an example of or for greenhouse gas والمولد فوسيل. Greenhouse gases زي الميثان غاز والنيتروس اوكسايد والووتر فيبر والكلوروفلورو كربون كومباوندز. برافو عليك. How many gases هم عارفينهم كام؟ خمسة five. برافو. طيب والمولد فوسيل
نوميلايت أمونايت ترايلوبايت. واسكم دي تمام؟ تمام. شور يا مان؟ شور. يلا نشوف. الجرين هاوس جاسز برافو، زي ما انت قلتي الكربون دايكسيد والميثين جاس والنيتروس اوكسيد، وعندنا كمان الووتر فيبور والكلوروفلورو كربون. all these gases طبعا are greenhouse gases. تمام. المولد فوسيل زي ما قلتي كده يا مان برافو عليكي، الامونايت والنيمولايت اند ترايلوبايت فوسيل. اكسلنت ما شاء الله عليكي، كده معاكي 20. برافو عليكي يا مان. الدور على منا. يلا يا منا السؤال اللي بعده. تمام يا مستر. يلا يا منا ما شاء الله يا منا. ايه يا منا؟ ايه ده؟ ايه ريه؟ مبروك لك قد حصلت على جائزة يا منا. حصل بقى يا منا. تمام كده كسبت ال 20 بتاعتك. دايما لازم تحط واحدة من دي كده في كل جريد. ماشي يا منا. بعد منا نشوف نجار السؤال التالت، بس خلي بالك يا منا بقى اللي جاي ربنا يستر. يلا نجار. أنا جاهزة بكل حاجة. إن شاء الله يا منا دايما يا رب. Mention an example for هاي نجار. Mention an example for great hotel. عندي ال worm tunnel وال dinosaur footprint. The worm tunnel or footprint. مش وال complicated ecosystem. Complicated ecosystem. عندي ال complicated ecosystem. زي ال forests. ال forests. تمام. متأكدة خلاص كده خلصتي؟ في حاجة تانية تقولي توليها يا نجار؟ لا متأكدة. متأكدة من الاثنين؟ اه. ان شاء الله نشوف كده. التريس فوسيل زي ما انت قلتي اكيد برافو عليكي، الورم ستانيلز اللي هي الانفاق بتاعت الديدان. اللي احنا قلنا يا بنات لا في فرق ما بين التريس والريمين. الريمينز اللي هي بارت اوف ليفينج اورجانيزم، جزء من الليفينج اورجانيزم افتر ديث، جزء من جسمه بعد ما مات. التريس في حياته. برافو عليك. التريس بقى قولي ديورينج اكتيفيتي ديورينج اتس لايف. برافو عليك. طبعا زي اكتيفيتي اوف ليفينج اورجانيزم ديورينج اتس لايف، يعني كان حاجه بيعملها ايام ما كان عايش ساعتها. لايك وورم ستانلز اور ديناصور فوت برينت. اكسلنت. الكومبليكيتد ايكو سيستم برافو عليك، زي ما انت قلت الفورستس او اسمها تروبيكال فورست اللي هي الغابه الاستوائيه. ممتازه يا نجار، كده كسبتي وجاوبتي كل اسئلتك ما شاء الله عليكي. يلا يا مريم. يلا يا مريم كم باك. ايوه ايوه. السؤال الرابع. هاي يا مريم ايه السؤال؟ بيكو ثانيه واحده على مين. بايلوتس بريفير تو فلاي ان ذا لوور بارت اوف ستراتوسفير. ثانيه. بيكوز ذير از نو ذير از نو ثانيه واحده على مين. Air disturbance and the air movement is horizontally. Because there is no air disturbance and the air movement is horizontally. واثقة يا مريم من إجابتك؟ اه. شوف كده. برافو عليكي. Because it is not disturbed layer. برافو عليكي، هي طبقة مش مضطربة، طبقة مستقرة عكس التروبوسفير طبعا اللي هي كانت disturbed layer. Because it contains 75% from the mass of air. لكن دي لأ. Not disturbed layer and the air movement is horizontally. يعني حركة الهواء أفقية. لا مش 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 vertically يعني مش رأسي. لا دي horizontally. تمام. برافو عليكي يا مريم. كده تمام. كده في حسبة معاكي بقى. انت كسبتي 20 وكان عليكي 15، يبقى انت كسبانة 5 دلوقتي. ده هتكسبيها تحدي. تمام. ماشي يا مريم. نشوف بعد كده إيمان. نرجع تاني لإيمان والسؤال بقى أغلى يا إيمان. Are you ready؟ Ready. يلا ايه سؤالك يا مان؟ From the figure what which figure represent a positive ion which the figure represent a natural neutral atom determine the position of atom in the periodic table. تمام. على ملك حاجه حاجه ايون. يلا بس شويه شويه مان ثانيه واحده نتفق على حاجه. السؤال المرتب اللي زي كده الغلطه ممكن تضيع السؤال كله. تمام فنركز. هيا مان يعني الغلطه تضيع السؤال كله فأي فكرة منه. تمام. لكل يلا يا مان. Which figure represents the positive ion? Figure A. Figure A. واللي وراها؟ Neutral atom figure B. Figure B. طب ليه اخترتي A وليه اخترتي B يا مان؟ B اخترت A عشان في لوس الكترون اتعمل لوس اللي هو اللي هي الصوديوم اصلا اللي هو 281 وعمل له لوس 1.
تمام النيوترال اتوم 282 اللي هو الكالسيوم معامل وهي اتوم زي ما هي. برافو عليك يا مان. طبعا هنا لازم نشرحها عشان زمايلك اللي هيتفرجوا علينا ممكن يكون ده سؤال صعب قدامهم. بص يا ولاد احنا قايلين ان لو كانت النمبر اوف بروتونز ايكوال للنمبر اوف الكترونز زي فيجر بي كده يبقى دي نيوترال اتوم. انت عندك كام بروتون انسايد ذا نيوكليس هنا؟ 12. هاو ماني الكترونز اوتسايد؟ 12 برضه. يبقى دي يا مستر نيوترال اتوم ما فيهاش كلام. الشكل اللي بعده بقى اللي هو بي اللي هو سوري فيجر اي. فيجر اي في 11 بروتون وفي 10 الكترونز. ايه ده يا مستر ده في الكترون كده حصل له لوز زي ما قالت ايمان. يبقى هو لما عمل لوز فاصبح بوزيتيف اي. يبقى فيجر اي هو البوزيتيف ايون. برافو عليكي. وطبعا النيوترال اتوم هو فيجر بي لان النمبر اوف بروتونز ايكوال نمبر اوف الكترونز. يلا يا مان اخر حاجه determine the position of the atom Buried 3 group 2a. Buried 3 group 2a. عرفتي منين هو buried 3؟ Number of energy level equals 3 and number of energy level equals 3 and the number of outermost electrons على مالك equal. تمام الموبايل حد اتصل بيها ماشي. برافو عليكي عامه يا امان ما شاء الله عليكي. طبعا buried 3 اللي هو سأل عن الاتوم عايز the position of the atom طبعا اللي هي بي. طبعا عندنا 3 ليفلز يا ولاد اللي بيتفرج علينا يبقى معنى كده ان هو buried 3 ولاست ليفل كونتين 2 الكترونز يبقى طبعا جروب 2. برافو عليكي يا مان ما شاء الله عليكي كده معاكي 25. اكسلنت الدور على منا. يلا يا منا حضرتك يا مستر. يلا يا منا ايه السؤال؟ Study the position figure with the answer question. Write balance the equation. أيوة. Write the balanced equation. What happened when approached the light match to open the tube? تمام. على مين؟ الإكويجن هتبقى ام جي بلس ماليني الاول انت يا سي ال ام جي بلس 2 اتش سي ال ايكوال ارو عليه دايليوت. تمام هتبقى ايكوال ام جي دي ال 2 ام جي سي ال 2 بلس ماجنيزيوم هيدروكلوريد هيدروكلوريك بلس اتش 2 ايفولف. برافو عليكي. ام جي بلس 2 اتش سي ال يطلع لي ام جي سي ال 2. كنا بنقول الام جي تطرد الاتش وتطلع بره والام جي تقعد مكانها. يبقى ام جي سي ال 2 بلس هيدروجين جاسي فولفز. طبعا المفروض كنت احط هنا على السهم دايل بس طبعا عشان الكتابه بالماوس وكده. ومفروض كنت احط هنا السهم اللي فوق اللي هو ايه ايفولفز. ممتازه. يلا يا منى كملي. What happened when you approaching light match or lighted match to the opening of the tube؟ انت قربتي عود كبريت بقى من الفتحه. اللي يحصل it will burn with pop sound. Burn with pop sound why? Because ايوه انت قلت على فكره السؤال تمام دي من عندي احنا زياده بقى. ليه يحصل burn with pop sound؟ magnesium hydrochloric is formed magnesium hydrochloric is formed and the hydrogen gas evolves and مين بقى فيهم اللي بيعمل البوب ساوند ده؟ مين بقى فيهم؟ الهيدروجين. برافو عليك ممتازه. طيب وانا اسمه ماجنيزيوم كلورايد يا مان مش هيدروكلورايد اسمه ماجنيزيوم كلورايد تمام. يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى it will burn with pop sound يطلع ايه صوت فرقعه طبعا due to the presence of hydrogen gas which burn with pop sound. برافو عليك يا منى يا منى ما شاء الله 25 كاملين جواتك كلها كامله ما شاء الله عليكي. نرجع عند نجار. يلا نجار السؤال الثالث بتاعك السؤال السؤال الرابع. يلا نجار برضو الغلطة يا جماعة نركز. The figure shows a section of modern periodic table. تمام. What is the atomic number of element Z؟ معنا دقيقتين يا نجار. Element Z element Z هيبقى 12. 12 ايه اللي عرفك ان هو 12؟ نجار معايا؟ نجار؟ نجار سامعني؟
طيب سمعيني يا بنات. طيب إيمان سمعيني ومريم ومنى. تمام. طيب نجار. سامعين حضرتك. نجار. طيب نخرج من سؤال نجار ونرجع له تاني. طب بعد نجار في مريم. يلا مريم. أيوة. يلا مريم. على ميلك. Use the figure clue to write the correct letter in the space provided. مديكي هنا كذا شكل الفوسيلز يا 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 نجا يا مريم يا مريم، وعايزك تقولي لي مين الرمز اللي بينطبق على الجمل دي. أول واحدة مثلا. أقولي. Complete body preserved from the decaying and the form of fossil. Decaying يعني اتحفظت من التحلل وراحت عاملة الفوسيل. ثانية. Which figure? Insect amber. Insect amber. يعني figure number? B. B. برافو عليك. ها number two. A rock mold carrying an internal details of a snail. Which figure? E. E. مستر أنا دخلت تاني. هو النت عندي فصل. سؤالك محفوظ ما تقلقيش. يلا 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 يا مريم كملي. Mineral replaced the organic. Mineral replaced the organic material of organism part by part without change its shape. A. A. لو الأريكوبيتريكس. Mineral replaced the organic matter of organism part by part without changing the shape. هاي آخر كلام إيه؟ لا. هاي مالي. ها اخترتي دي اخر كلام دي سي سي سي. نشوف كده نجرب. برافو عليك يا مريم. تمام ايوه كده. يبقى طبعا اكيد هي البتريفايد وود يا مريم اللي احنا بنطلع منها الاورجانيك ماتر اللي هي الماده العضويه اللي في الخشب بارت باي بارت طبعا وقت من جزء جزء طبعا بمرور الزمن without changing its shape. برافو عليكي مريم. كده بقى معاها 20 اكسنت مريم اللي ده 25 كان عليكي 5 صح كده بقى معاكي 20 اكسنت مريم. نروح عند نرجع تاني للنجار. يلا النجار جاهزه جاهزه. يلا انت قلتي element z بكام؟ ب 12. ليه 12 يا نجار؟ لان كل ما انا بمشي كيوب او سيل كل ما بمشي كيوب او سيل للبيريود البيريود بزيد 1. برافو عليك. ده اتوميك نمبر قصدك انكريسينج 1. انا بشرح يا جماعه عشان زمايلي كلها هيتفرجوا علينا بعد كده. فطبعا لما يكون هنا 11 يعني جار يبقى اكيد اللي بعديه هيزيد 1 بس اللي بعديه على طول في نفس البيريود. ركزوا هيبقى 12. برافو عليك. طب what is the atomic number of the element X؟ X بقى المرة دي ايه يعني جار؟ In the same group؟ هيبقى بـ 3. ليه عملت ايه بقى؟ عشان دي زمان اللي كتير بيسألوني عليها. لأن هنا أنا لما بمشي كل ما بنزل لتحت ما بمشي ستيل لتحت بزيد. أيوة. بزيد 8. بتزيد 11؟ فأنا هعمل فدي 11 فأنا هعمل 11 minus 8 هيديني 3. برافو عليك ممتازة صح. في طريقه يا ولاد صح زمايلكم بيقولوها ان هي مثلا انت عندكم ان انا المفروض كل ما همشي لما هنزل لتحت بزيد لا بزود ليفل والليفل بيتمم بيتملي ب 8. يعني بص يا شباب انت هنا مثلا 11 المفروض ده يتوزع ازاي؟ 2 8 3 صح كده؟ سوري 2 8 1. فاللي فوقيها هيبقى ايه؟ هيبقى في بيريود 2 يا مستر. ده بيريود 3 يبقى اللي فوقيها اكيد في بيريود 2. ما هو ده بيريود 3 عشان في 3 ليفلز. فاللي فوق هيبقى بيريود 2 يبقى 2 واللي بعده هيكون كام بس؟ سوري اللي بعده طبعا هو اكيد في جروب 1 يبقى اخره 1. هيبقى اخره 1 يبقى 3 زي ما انت قلتي. برافو عليك يا نجار. طب الاليمنت ال دوت لوكيتد ان ويتش بيريود اند ويتش جروب؟ هعمل الالكترونيك كونفجريشن هيبقى أيوة. عندي 2 8 2 8 1 يبقى في بيريود كام وجروب كام؟ لوكيتد ات بيريود نمبر 3 and group number 1A او بال دي بالتراديشنال واي ممكن اعملها بالمودرن واي هيبقى جروب 1.
جروب 1. برافو عليك. المودرن واي ممكن اقول انا من غير ما اقول ايه ولا كلام من ده، وطبعا ما عندكمش في الامتحان بي ابدا، عشان في ناس كانت بتسالني برضو مش بيجي لكم بي ابدا. تمام. الدور على برافو عليك يا نجار كده، طبعا برضو خدت 25 بتوعك كاملين ما شاء الله عليكم، جروب ممتاز. الدور على ايمان. يلا ايمان، يلا ايمان. What is the type of solution resulted from the reaction number one? Reaction one ده ايه نوع السولوشن اللي هينتج؟ Alkaline solution. Alkaline solution، ايه اللي عرفك؟ عشان ها equation هيبقى 2NaOH plus H2 hydrogen gas evolved. لا بتكلم على ده، ثاني ستوب 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 يا بتكلم على ده مش ال NA، مع ال 1 نمبر 1 ده. 1 ده؟ على مين؟ هيطلع لنا MgOH بار 2. MgOH باي 2، باي 2، برافو عليك. اللي هو يعتبر ايه السولوشن؟ Alkaline solution. Alkaline solution which turns the color of litmus paper into blue. Blue. اخر كلام؟ طب السؤال الثاني. What is the effect of the product of the reaction 3 on litmus paper? Reaction 3 اللي هو الناحية الثانية. يا ترى الإفكشن هيطلع لنا كربونيك اسيد لو H2 بلس H2CO3 it turns litmus solution into red. برافو عليك. لان الكربون دايكسيد ده يعتبر ايه، ميتال اوكسيد ولا نون ميتال اوكسيد؟ نون ميتال اوكسيد. بس ممتاز، برافو عليك. يبقى اول واحده الكلاين سولوشن، وتاني واحده طبعا ريد ليت، طبعا تيرن ريد ليتمس بيبر تو توري تيرن بلو تو ريد، دي تيرن بلو تو ريد، لان هو ايه طبعا يعتبر اسيديك سولوشن زي ما انت قلتي، اللي هو يعتبر ايه كربونيك اسيد. ما شاء الله عليكي. بصي يا بنات الاثنين دول عكس بعض، 1 و 3. 1 اللي هي الووتر مع الميتال اوكسيد، اما 3 اللي هو الووتر مع النون ميتال اوكسيد. في الميتال اوكسيد يديني الكلاين سولوشن، اما مع النون ميتال اوكسيد يديني اسيديك سولوشن. برافو عليك يا ايمان، كده انت كسبتي معانا يا ايمان، ما شاء الله عليك، وليكي شهاده تقدير جميله جدا على مستواك الممتاز ده. برافو عليك يا ايمان. الدور على منا. يلا يا منا، طبعا شهاده التقدير وهحولك على فوتافون كاش طبعا جائزتك. يلا يا منا. تمام، شغل التايمر قدامك دقيقتين، قدامك دقيقتين يا منا. سوري يا منا، سوري. هاي يا منا. Calculate the height of mountain if the temperature at the base is 30 Celsius degree. أيوة. And in the its top is negative 9 Celsius degree. تمام. أساعدك وارسم ولا تحلي أنت لوحدك؟ لا عادي، مش مشكلة. ارسمي ارسمي، طب تعرفي أو أحليها، يلا قدامك دقيقة تحليها. تمام. عايز الـ height of mountain. تمام. على مهلك. عايز الـ height. طبعا يا جماعة السؤال بيبقى لينا كلنا، كلنا بنستفيد من الكلام ده. يلا يا من، يلا يا تمام. هتبقى 39 متر. 39 متر ده الهايت بتاعه. عملتي ايه؟ قولنا الستبس بتاعتك. تمام. هو انا عملت هنا ال ثواني الماونتن اهو، صح ده الماونتن. هنعمل لا خلاص ثواني ثواني خلاص عرفتها. على مين؟ 30 بلس 6 ايكوال 36، يبقى عايزين هنا الهايت هتبقى 36 تايمز 6.5 هتبقى 5.5 كيلومتر سنتيمتر كيلومتر. 5.5 كيلومتر. طب قول لنا الخلطات بتاعتك كده، عملتي ايه اول واحده، اول خطوه؟ تمام.
يا عشان يجيب temperature. التمبريتشر في التوب انا مش عايز التمبريتشر في التوب، خلي بالك انا عندي التمبريتشر في التوب. ما انا عشان بس ابقى عارفه يعني الدنيا، بس عشان انا ما ماشي بعرفش اعملها غير كده. قولي. طيب هعمل هنا 30 بلس 6 هتبقى 30 بلس 9. 30 بلس 9 بلس نيجاتيف 9، ايوه بلس 9 على مين؟ تكون 39. كده انت ماشي صح، كملي. تمام ماشي تمام 39 ماشي. هعمل 39 بقى اوفر 6.5 هتبقى ايكوال 6 ايكوال 6 ايه؟ 6 كيلومتر. ده اخر كلام؟ اخر كلام. موافقين يا بنات على اللي عملته منا؟ حد عارف يا بنات ولا مش عارفين؟ اه صح. برافو عليكي يا منى، صح ما شاء الله عليكي، تمام اخيرا الحمد لله ظبطت. ان هي طبعا زي اول حاجه يا منى لازم تجيبيها ذا تشينج ان تمبريتشر. انا كنت تحت 30 بقيت فوق نيجاتيف 9، يبقى انا قليت كام درجه؟ لازم تعملي ماينس. حتى يا مستر لو في ماينس هنا اه طبعا عادي، يبقى 30 ماينس نيجاتيف 9 هيطلع فيها 39، يبقى انا قليت. انا لسه علشان النيجاتيف هتروح مع النيجاتيف هتبقى بوست. ايوه برافو عليك، ما هي كده برافو عليك صح، بس انا بمشيها خطوه بخطوه عشان زمايلك ما تلخبطوش. الطبيعي ان انا بعمل ايه؟ بعمل الرقم اللي تحت ماينس الرقم اللي فوق وانا بجيب الهايت. فطلع دوت الدرجه ده خلاص، طلع التشينج ان تمبريتشر 39. 39 دي بقى هروح اعملها ديفايد، اجيب بقى الهايت اوف ماونتن ديفايد 6.5 يطلع فيها 6 كيلومتر. تمام يا منا، وكسبت معانا ما شاء الله عليكي، برافو عليكي انت كمان لحقتي نفسك. الدور على، ممكن يفصل مننا بنات، لو فصل مننا ابعت لكم اللينك تاني. الدور على نجار، يلا نجار. What is the name of this apparatus؟ ايه الابريتوس ده؟ هوفمان فولتاميتر. طب what is the volume of the gas at anode؟ is the gas at cathode 20؟ If the gas at cathode is 20, then the gas in anode is 10 cubic centimeter. ليه بقى؟ لأن مين اللي بيروح للكاثود؟ الكاثود الهيدروجين جاز. الهيدروجين، فأكيد يبقى الأكسجين هاف الهيدروجين ولا دبل؟ هاف الهيدروجين فوليوم، إكسلنت. يبقى أول حاجة برافو عليكي هوفمانز فولتميتر، وهنا طبعًا 10 كيوبيك سنتيمتر، برافو عليكي يا نجار، فول مارك. لا مجموعة ما شاء الله عليكم. برافو عليكم. الدور على مريم، يلا يا مريم خلال دقيقة معلش سؤالك. ماشي أول واحدة هنا محلولة يا مريم. الميزوسفير والاستراتوسفير من حيث البريشر، الميزو 0.01 والاستراتو 1 ملي بار، ها؟ والتمبريتشر في الميزو ات ذا اند ثانية هنا 100. لا لا على مهلك الميزو يلا يا مريم قبل ما يفصل يا مريم. ثانية واحدة، ال التمبريتشر يلا اوكي يلا يا مريم تمام. ثانية واحدة، التمبريتشر بتاعت الميزوس الستراتوسفير أولا نيجاتيف 60، الستراتو نيجاتيف 60 والميزو نيجاتيف 90. نيجاتيف 90 اكيد كده يا مريم، قصدي اكيد يا مريم متاكده؟ موافقين على كلام مريم يا بنات؟ انت قلتي الميزو كام؟ ميزو سفير نيجاتيف 90. نيجاتيف 90 نشوف كده نيجاتيف 90 تمام. امال الاستراتو 6.5؟ لا اسفه 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 والله نيجاتيف 60. نيجاتيف 60 الكلام ده صح يا بنات؟ لا قولي يا منى كده. لا يا مستر كده كام؟ هتبقى زيرو. زيرو سكرين زيرو يا مريم صح؟ يعني احنا النيجاتيف 60 بتاعت التروبوسفير، لكن بعد كده الاستراتو بتبقى زيرو عشان في الاوزون لاير which absorbs the ultraviolet rays which comes from the sun
the temperature in this layer increase. يعني الحرارة في layer دي الوحيدة اللي بتزيد. كانت negative 60 تحت خالص at the end of troposphere at tropopause. لكن وصلت لنيجاتيف لحد زيرو بقى ارتفعت. ليه؟ عشان في الاوزون لاير في المنطقه دي. تمام يا مريم؟ مريم تمام. تعتبر ايه؟ زيرو. اوكي يا مريم 20 قصدي باوند 20. اوكي كلكم متفوقات ما شاء الله عليكم. حسيت يعني انا حتى ما كنتش بلحق اشغل التايمر ما شاء الله عليكم، انتوا بتجوعوا على طول بسرعه. ربنا يحفظكم يا رب، وطبعا سعيد بيكم جدا، ورب تكون المسابقه عجبتكم ونشطتكم شويه، واكيد راجعتوا المنهج يعني صح؟ اكيد طبعا. اه يا مستر كده جامد. هنزل لكم ان شاء الله دلوقتي على الجروب، وهبعت لكم طبعا ال اللي انتوا كسبتوها طبعا حاجه لا تذكر يعني بالنسبه لمستواكم. المهم يكون عندكم على الخط بتاعكم بس محفظه بتاعت تحويل كده تمام؟ موجود؟ ان شاء الله تمام؟ هشوفكم على الجروب دلوقتي على الواتساب، نرجع نبعت لكم الجائزه بتاعتكم. يلا كل التوفيق ليكم، ونشوفوا بقى الفيديو بتاعكم على اليوتيوب ان شاء الله كمان ساعتين كده هتلاقوه نزل، وتشوفوا تعملوا شير ليه بقى. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه بنات.